حقق فريق الزوراء فوزا كبيرا على مضيفه فريق الديوانية بثلاثة أهداف لواحد لحساب الجولة 25 من الدوري الممتاز بكرة القدم. حقق الزوراء فوزا مهما على مضيفه نادي الديوانية في اللقاء الذي جمعهما على ملعب عفك في الديوانية ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز المرحلة الثانية. قدم الفريقان أداء متوسط في الشوط الأول مع أفضلية لصالح فريق الزوراء الذي وجد نفسه متقدما بهدف في الربع الأول من زمن الشوط عن طريق لاعبه جستن عبد الرزاق، فيما حاول مهاجمو الديوانية من القيام بعدة محاولات لتعديل النتيجة وتهديد مرمى فريق الضيف، لكنهم لم يوفقوا في التسجيل لينتهي الشوط الأول لصالح الزوراء بهدف للاشري للديوانية. نهاية الشوط الأول أنت نتقدم بنتيجة إيجابية، هذا يحسب أنه إن شاء الله وللاعبين. اللي بقى أكيد هو الشوط الثاني، شوط المدربين وكيف أنه تغلق المسافات والمساحات بين اللاعبين وتعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عند الفريق المقابل، بذلك تطلع بنتيجة طيبة إن شاء الله تصب بمصلحته ومصلحة فريقنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما ترى الشوط لو انتهى 1-0 علينا، إن شاء الله نعوض بالشوط الثاني. الشوط الثاني مثل ما تعرف يعني شوط المدربين، وإن شاء الله نفرح هذا جمهورنا وإن شاء الله خير إن شاء الله الشوط الثاني، إن شاء الله نجيب التعادل إن شاء الله. الشوط الثاني كان أكثر إثارة بعد أن تحسن أداء الديوانية من القيام بعدة هجمات شكلت خطورة على المرمى الضيف الذي استغل خبرة لاعبوه ليقلب مجريات الشوط لصالحه بعد أن سجل هدفه الثاني في الدقيقة 65 باسم لاعبه حسين علي الذي أودع الكرة في مرمى الديوانية. بعدها بدقائق جاء الهدف الوحيد للديوانية بكرة رأسية في الربع الأخير من زمن الشوط بتوقيع محمد حاتم، لكن النوارس لم يقفوا مكتوف الأيدي حيث أعلن مهند رحيم عن تسجيل هدف الأمان الثالث ومنهي المباراة لصالحي بثلاثة أهداف مقابل هدف للديوانية. الحمد لله وشكر بقينا بالصدارة وعززنا اليوم الفوز، فوز ثمين إن شاء الله، وإن شاء الله هاي عودة للكرة الزورائية لمواصلة الصدارة إن شاء الله. كنا محتاجين مباراة يعني كبيرة وأمام فريق يعني طبعا فريق ممتاز، نحييهم على هذا المستوى وأمام جمهوره. نشكر الجمهور اللي كان حاضر وازرنا بكل مكان، نعتذر من عندهم الفترة الماضية اللي وقعنا بها. إن شاء الله نتمنى أنه نتجاوز هاي المرحلة بعون الله إن شاء الله ونعود لوضعنا الطبيعي إن شاء الله. هذا حال كرة القدم، يعني ما بدينا يعني نسوي شيء، لكن علينا نجتهد بالأيام اللي جاية والمباريات المتبقية وإن شاء الله نعيد وضعنا. سليم تحسين، الرياضية العراقية، الديوانية.